السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت عدة مصادر عن الناخب الوطني جمال بالماضي قد وضع اسم الظهير الأيسر لنادي نانت جوان حاجم في القائمة الموسعة للمنتخب الخاصة بالتربص القادم، حيث يفكر بالماضي جديا في إمكانية ضمه لتعداد الخضر في هذا التجمع في إطار عملية التجديد التي يجريها على التعداد من خلال استدعاء أسماء جديدة تخلف تلك التي اقتربت من الاعتزال الدولي أو أن مستواها لم يعد يسمح لها بالتواجد مع المنتخب في قادم التحديات. وموازاة مع تفكير الكوت جمال بالماضي في استدعائه، فقد تلقى جوان حاجم دعوة من منتخب فرنسا لأقل من 23 سنة الذي يريد مدربه أن يدعم به فريقه في المرحلة القادمة، وهذا ما يؤكد على أن لاعب نادي نانت يتمتع بإمكانية كبيرة وسيكون من الأصح استدعائه الآن للمنتخب وإقناعه بالالتحاق حتى لا يضيع من المنتخب الجزائري لصالح المنتخب الفرنسي. وكشفت تقارير إعلامية فرنسية أن جوان حاجم صاحب 19 سنة رفض دعوة منتخب فرنسا للأولمبيين مفضلا اللعب لصالح الخضر، خاصة وأنه قام بجميع الخطوات اللازمة لتغيير جنسيته الرياضية تمهيدا للالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.